السلام عليكم، اهلا بحضراتكم. هنشوف النهارده مع بعض موقع مميز جدا من تصميمنا خاص بالفنادق، وفي مجموعه من المميزات الاكثر من رائعه الخاصه بحجز الغرف واداره عمليه حجز الغرف بشكل اكثر من رائع. اللي هنشوف النهارده موقع فندق العاميرات من تصميمنا. طبعا الموقع باللغه العربيه والانجليزيه من البدايه، فلو حبينا ننتقل الى اللغه العربيه مباشره بيننا للغه العربيه، تمام، فندق العاميرات، تمام، نحجز الان. ولو حابين نرجع للغه الانجليزيه برضو نفس القصه، بيكون عندنا سلايد شو، تمام. اول ما بشوف السلايد شو بيشوف هنا مجموعه، بيطلع لي سلايد شو في مجموعه من صور من داخل الفندق فعليا، وبيطلع لي هنا ان انا اقدر اعمل عمليه حجز. فهو بيجيب لي تاريخ اليوم النهارده الثلاثاء، وافتراضا بيقول لي انت هتحجز مثلا لحد بكره وكام جيست، مثلا اثنين، حسب هيظهر لي الغرف اللي فيها تتحمل نزيل واحد او اثنين او نزيلين او ثلاثه حسب ما اختار هنا. فانا اختار مثلا والله ثلاثه لاربعه مثلا، اوكي مش مشكله، واعمل عايز احجز. فبيجيب لي بقى الغرف، امكانيات الغرف ايه، اللي هو من ثلاثه لاربعه واحد جست، وبيجيب لي كل الغرف دي متاحه وفق الطلب اللي انت طلبته. بس هنا مثلا بيتحكم في السعر لحد 300 ريال، فانا اقلل السعر اقول له والله انا عايز غرف مثلا اللي هي مثلا ايه 25 ريال، راح جاب لي الغرفه دي. يعني ايه ده؟ عشان انا بتحكم في السعر اللي انا عايزه من هنا مستوى البحث بتاع الاسعار، فبناء عليه ظهر الغرف اللي في الايه في السعر ده، تمام. طيب خليني مثلا لو زودت السعر مثلا شويه وخليته 50، هلاقي ظهر معايا عدد غرف اكتر، وكل غرفه مكتوب بقى فيها حسب الوجه. طبعا هو داخلها باللغه الانجليزيه او باللغه العربيه، بيظهر له مميزات الغرفه دي، تمام، ان دي مثلا تقبل اثنين نزيل ومساحتها قد ايه، ودي تقبل نزيل واحد ومساحتها قد ايه، برضه دي سعرها قد ايه، 20 ريال في الليله، ودي 30 ريال في الليله، دي الامكانيات اللي فيها ايه برضه. واقدر اخش فول انفو، اعرض بقى كامل البيانات، تمام، اقدر اعرض كامل البيانات لاي غرفه من الغرف، تمام. جايب لي هنا معرض الصور الرائع ده جدا من داخل الغرفه نفسها، تمام. طبعا ده اداره الفندق بتتحكم فيه بكل سهوله، تقدر تغير الصور وتضيف وتعدل بدون اي اشكال. وبيقول لي والله دي يعني وان جيست، ومساحتها قد كذا، وفي الليله بكام، والتواريخ بتاعتها حسب الاسعار، لان في برضه امكانيه ممتازه في الموقع ده، ان مثلا والله مواعيد معينه وتواريخ معينه في الاسبوع نحدد لها سعر مختلف، مثلا زي يوم الخميس والجمعه يكون دول باسعار مختلفه مثلا، او ان احنا حتى في خلال السنه مثلا من بدايه نقول والله ان الفتره بتاعت عيد الاضحى، او الفتره بتاعت اجازه الصيف، او الفتره بتاعت الخريف، الفتره دي باسعار مختلفه. ده من لوحه التحكم، كل الكلام ده هنشوفه. فيبقى يظهر من العميل من البدايه، العميل يعرف ان الغرف دي في الفترات دي بالاسعار ده، تمام، حتى لو كان ليها سعر عام في الايام العاديه، بس يبقى عارف الايام المخصصه دي بالسعر المحدد دون مختلفه شويه، ده حسب تحديد الاداره. ودي امكانيه موجوده بكل سهوله في لوحه التحكم. بيقول لي بقى امكانيات الغرفه والخدمات المتاحه في الغرفه ايه، وكمان بيقول له ان في غرف ثانيه لو حابب تشوفها، بس حابب انا احجز بقى خلاص، اقول له والله خلاص انا عايز من يوم مثلا 3 ل 4 زي ما قلنا، وانا وان جيست، فهو ده المناسب ليا الغرفه دي عشان وان جيست، ف اقول له بوك ناو، او حتى لو حابب اغير التاريخ من هنا هقدر، مش اي مشكله خالص، طالما الغرفة متاحة هيكمل معايا موضوع الحجز، لو الغرفة مش متاحة هيديني بدائل أخرى. وأكمل بقى موضوع الحجز بتاع الغرفة من داخل الموقع، ولو عايز خدمات إضافية هطلب خدمات إضافية وأسجل بياناتي، لأن حجزت ليلتين فقال لي على طول 60 ريال بدون أي مشكلة. طيب خلينا هنا نخش على الهوم تاني ونستعرض الموقع سريعا عشان الفيديو ما يطولش وقته، تمام.
بعد كده بقى الكلام عن الموقع في العموم، وهنا بنستعرض اهم الغرف، اهم الغرف واخرها، وهنا بيعرض بقى كل طابق من الطوابق، مثلا الطابق ال RDA، الامكانيات اللي فيه وحاجات زي كده. الطابق ده على الصفحه الرئيسيه طبعا، الطابق الاول، بعد كده من الطابق بقى الطوابق ايه وضعها. هنا نقدر نشغل فيديو عن الفندق او المكان ده. اخر الاخبار اللي نقدر نضيفها خاصه بالفندق زي ما احنا شايفينها، اخر الاخبار طبعا موجوده في الواجهه العربيه والواجهه الالكترونيه. هنا نبذه بسيطه قوي عن لوحه التحكم، واحنا بنضيف الغرف، بنضيف الغرف والخدمات، الغرف اللي عندنا المتاحه والخدمات. وهنا بيجيب لي تواريخ الحجز، ايه اللي محجوز وايه اللي مش محجوز، ولو عندي اكتر من فرع حتى الفندق اقدر اضيفه. تمام. وبسجل مثلا دي غرفه عائليه، اللي بكتب التوضيح عنها وبدرج الصوره بتاعتها هنا اهو زي ما احنا شايفين في المكان ده. اقول والله هي قد ايه الغرفه العائليه دي، فيها ممكن تشيل كام جيست، كام بني ادم، فمثلا دي غرفه عائليه فيبقى سته. السايز بتاعت الغرفه قد ايه، ده التكست بريفيو المعاينه اللي بيطلع في محركات البحث، هي في انهي فرع مسقط، لان ممكن يبقى الفندق ليه اكتر من فرع بدون اي مشاكل. وزي ما قلنا قبل كده برضه البرايس سيتنج، ان هو نحدد السعر، والله البرايس الاساسي بتاعه 40 ريال. طيب هو بقى في يوم السبت بكام، يوم الاحد بكام، يوم الخميس بكام، ده لان ممكن نحدد ايام في الاسبوع بالتحديد باسعار مختلفه عن باقي الاسبوع، ودي كتير من الفنادق بتحتاجها. او زي ما قلنا ممكن نحدد حتى مواسم معينه نقفل الحجز فيها، او حتى نخلي الحجز فيها باسعار مختلفه. برضه هنا هنختار الخدمات المتاحه ايه في الفندق، فلو عملت كده اهو يطلع لي قائمه الخدمات. في مثلا مشروب ترحيب، في والله ساونا، في تلفزيون، في اختار ايه الحاجه، ايجار سيارات. والخدمات دي برضه تقدروا تغيروها انت، بس هنا بتختارها تكست، وهي بتظهر على صفحه رئيسيه معاها لوجو تعبيري رائع للعميل. تمام. ولو حابب برضه ان هو يضيف خدمات اضافيه هتقدر تضيفها له من هنا، يقدر يعلم عليها ويختارها برضه. هنا زي ما قلنا الفتره بسعر محدد، ان احنا ممكن نعمل سعر محدد بالناقص او بالزياده وخلال فتره محدده. ده الامر. وخالص الشكر والاحترام والتقدير لحضراتكم. طبعا آلية الحجز غايه في الروعه والجمال، بيوصل مباشره لايميل الفندق ان في حجز دلوقتي تم من العميل، بيحقق ظهور افضل واروع للفندق على محركات البحث، وفي خدمتكم ان شاء الله.